وللمزيد من التفاصيل حول اليوم الثاني من انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، معنا من جدة أستاذ أحمد علي حسن، عضو الجالية المصرية بالسعودية. بعد التحية أستاذ علي أو أستاذ أحمد، ما هي المستجدات لديك اليوم حول اليوم الثاني من انتخابات المصريين بالخارج، حيث توافد العديد من المصريين وحيث أكبر عدد من الجالية المصرية في السعودية؟ مساء الخير يا فندم. احنا النهارده قرب بقى لنا 30 دقيقه تقريبا وتغلق اللجنه، برضو في حشد متواجد كبير من ابناء الجاليه المصريه. احنا حضرتك عارفه ان الجمعه والسبت عندنا في السعوديه اجازه، فالاهالي وابناء الجاليه مستغلين ان هم اجازه وبيبتدوا ينزلوا يضرب اصواتهم. احنا شايفين النهارده حشد كويس جدا على مقر المجال منذ الصباح حتى الان. نعم أستاذ أحمد، جالية كبيرة مصرية في السعودية متواجدة في السعودية، واليوم هو إجازة رسمية أيضا هناك، ماذا عن أعدادهم والأعمار، وهل في تفاوت في الأعمار؟ احنا حضرتك معلوم ان احنا 14 مليون مصري بالخارج، منهم 3 مليون مصري في المملكه العربيه السعوديه، يعني يعد تقريبا ربع الجاليه المصريه اللي بالخارج متواجده بالسعوديه. تقريبا الفئات العمريه المتواجده هنا من 35 الى الفئه الاكبر بالنسبه لابناء الجاليه المصريه هنا متواجده بالمملكه العربيه السعوديه. أستاذ أحمد، المصريين بالخارج حظيوا باستحقاقات دستورية، مميزات كبيرة جدا في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم تكن موجودة من قبل. ما تأثير هذه الاستحقاقات الدستورية والمميزات التي حظيوا بها على مدار السنوات السابقة حتى الآن في هذه العملية الانتخابية الرئاسية 2024؟ احنا حضرتك احنا الانتخابات الرئاسيه الحاليه احنا ابتدينا نشوف مشاركه كبيره جدا من فئه الشباب. احنا كنا في السابق كنا بنشوف الشباب عزوف كامل عن المشاركه بالانتخابات، لا احنا شايفين الشباب النهارده نازلين بيشاركوا في الانتخابات، والمراه المصريه بتشارك بقوه في الانتخابات. احنا شايفين النهارده نسبه المشاركه تتعدى 30% شباب وتقريبا 30% مرأة. نعم. تمام. كمان احنا شايفين النهاردة الأسر بتيجي مع بعضيها عشان تشارك في الملحمة الوطنية. شايفين الأطفال، احنا كأننا في عرس انتخابي خارج اللجان، يوجد أفراح واحتفالات من أبناء الجالية المصرية، الناس كلها جايه هنا عشان تشارك. الناس قالت احنا اهم حاجه عايزين نشارك، كله نازل يدي صوته ويقول لك اهم حاجه المشاركه عندنا، وده حاجه ايجابيه. ودايما كانت الدوله المصريه بتراهن على وعي الشعب المصري، وده اللي احنا بنشوفه او شايفينه على الشاشات منذ امس في جميع اللجان في الخارج. نعم أستاذ أحمد، بالحديث عن الوعي، ماذا فعلتم حتى تستثمروا هذا الوعي من أجل تثقيف الجالية المصرية وتشجيعهم على الخوض في هذه الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية؟ حضرتك انت احنا عارفين ان احنا في عام 24، احنا شايفين لا نخفى دور الاعلام ودور السوشيال ميديا في نشر الوعي الكامل لابناء الجاليه المصريه وانجازات الدوله المصريه في خلال العشر سنين السابقين. نعم. شايفين قد ايه ان الشباب شاف طموحاته في الدوله المصريه، شايفين الناس كلها عايزه تستكمل مسيره بناء الدوله الحديثه، هي رؤيه 2030 للدوله المصريه. الشباب كلها تقول القياده المصريه هي الاولى والاصح في استكمال مسيره الملف الاقتصادي في ظل الظروف العالميه والاقليميه التي تحيط الدوله المصريه. نعم أستاذ أحمد، وحضرتك عضو الجالية المصرية بالسعودية متواجد الآن بجدة، ماذا عن التي ماذا عن المعلومات أو الاستكشافات التي حظيت بها خلال أمس وأيضا اليوم من خلال اشتراك المصريين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات؟ وحتى الآن لم تعلن الهيئة الوطنية عن نسبة المشاركة، بس المشاركة نسبة مشاركة عليها مرتفعة منذ أمس واليوم.
باذن الله غدا نقدر نقول نسبه المشاركه قد ايه، بس المشاركه باذن الله الامس واليوم كانت مرتفعه جدا. بالنسبه غدا نطمح ان يكون نفس اليوم وامس. لكن ماذا عن التسهيلات المقدمه للمصريين بالخارج داخل جده وخارجها ايضا على كافه انحاء السعوديه؟ احنا التسهيلات، احنا الجاليه المصريه وفرت نقاط تجمع لنقل ابناء الجاليه المصريه من المحافظات، لان حضرتك معروف ان هنا يوجد مقرين لجنه، مقر بالرياض ومقر بجده. اضطرينا نعمل نقاط تجمع في منطقه المدينه المنوره، منطقه مكه ومنطقه ينبع ومنطقه الطائف لنقل الناخبين. كمان حضرتك السيد السفير رئيس اللجنه وفر ممرات خاصه لدخول النساء وممرات خاصه لكبار السن، كمان تسهيلا للاجراءات خصصوا اربع اماكن للانتظار لكثره الازدحام بخلاف منطقتين للانتظار السيارات لخدمه ابناء الجاليه وسرعه تسهيل الاقتراع في العمليه الانتخابيه. استاذ احمد، فرنسا قدمت خدمه التصويت الالكتروني في كافه المقر الانتخابيه للمصريين بالخارج حتى يتم الادلاء بصوتين بصوره سريعه، هل هذه الخدمه متاحه في جده ايضا؟ ايوه، خدمه التصويت الالكتروني موجوده داخل المقر الانتخابي. احنا يوجد عندنا 12 لجنه الكترونيه، يدخل الناخب يقترع بالداخل لديها عن طريق التابلت، التابلت متوفر من قبل الهيئه الوطنيه للانتخابات. كمان التابلت ينجز في عمليه الانتخاب حيث ان الناخب لا يتعدى اكثر من دقيقه في انهاء التصويت الصوت الانتخابي للابناء الجاليه. هل رصدت اي عوائق حدثت في خلال امس او اليوم في هذه العمليه الانتخابيه، ام كل العمليه الانتخابيه تسري بسلاسه ويسر؟ حتى الان لم يحدث اي تعطيل للعمليه الانتخابيه او صدور اي مشاكل لايقاف سير العمليه الانتخابيه في منطقه جده. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من جدة أستاذ أحمد علي حسن عضو الجالية المصرية بالسعودية، شكرا جزيلا لك.